الاستثمار في واحتقار الفقراء ومن لم يسرفوا الحظ في النجاح. جوج شوفات، شوف هذا المسموع، شوف هذا التجمع، باش كتعطيهم ذاك الدائرة. فضيلة الكابتن أنا جيت لهنا باش نحقق الهدف نتاعي والحلم نتاعي كأي بنت تحقق الحلم نتاعها، هو العارضة الأزياء، أي تنتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى أي واحد اللي بغى يوصل للهدف ديالو أو الحلم ديالو. الشروط باش فوتوكوبي لاكارت ناسيونال والخيرات 50 درهم. بالنسبة للكاستينغ يعني غتكون مشاركة ديال ولاد وبنات، وسي لا بخوميييغ فوا اللي كاينة هنايا دايرين الولاد في فاس، يعني نورمالمون ما كيكونوش كاع الولاد، كيديروا غير البنات. بالنسبه حنا بغينا نعطيو يعني الشباب الولاد يعني باش نبيدو مدينه فاس بان راه كاين تالي جون ولاد وداك الشيء. التحاق خص الولد يعني بيان سور يكون طويل، البنت هي خصها تكون طويله، ضروري خصها تجيب طالون، شو سميتو بيان سور البروفايل يكون مقيقي، بالنسبه للستيل ديالها خصها تكون يعني عندها واحد الستيل اللي هو زوين يعني تبينوا الناس يعني لهذا. شنو اخر؟ بيان سور كاينه المشاركه ضروري من الخيرات، يعني 50 درهم يعني ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. شو سميتو من بعد يعني كيدوزوا ان كاستين، كتكون لجنه التحكيم معنا دابا غايجيو الدراري، يعني كاين اللي غيغني الراب، كاين لا دونس، كاين يعني كاستينغ منوع باش بنادم ما يكونش فيه داك ستريس. الافاق ديالي كبير، باغا الحلم ديالي يتحقق، وعندي باغا المستقبل ديالي يكون في عرضات الازياء، واخا عمرني دواس باغا اللي ربي يوفقني ويوفق جميع الاخوان. هادشي علاش الهدف ديالي، انا باغا نحقق الحلم ديالي. جيت اليوم من مكناس باش نحقق هذا الحلم ديالي. والحكومه بالمناسبه تقول نحن لا نستهدف بهذه الدعوه بالرسوم، ولكن نستهدف الشراء الموظف الذي يستهدف على 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 الموظف الذي يستهدف